عندي مسار غيبي لك شبيك مبوزمي حمدي الله اليوم أحسن من بكرة اليوم بعتهم واشتريت بحقهم بضحية عرق شكيتك لالله قصوا لي أقسم بالله كلمة تانية بيعك معه ايوه يا ريت امسكي لأني ايه امسكي وسام جدون روح اشتري لنا فيه شوية مازة على ذوقك يكون وينك قلي له يحط لك شوية من هذا الفستق الألوى اللي هيك لك وين رحتي تعقدي مؤخر الصدى الو يا اخونا ارفع السماعه في لك مخابره نحن ما عندنا تليفون ارفع السماعه مخابره خارجيه من مين المخابره من ابوك لك ابي مات من زمان وصارت عظامه مكعبين ارفع السماعه هو اللي طالبك شلون صارت لي الإحياء مع ما يحكوا معنا اللي يحكوا معنا الأموال ألو نعم أنا المرحوم أبوك مين عم تحكي يا أبي الشهيد وين بيكون والله ما بعرف يا أبي شني ما استشهدت ولا مرة لسانا من الجنة يا ولدي الله يطعمك ياها والسامعين يا أبي يا بي انت ليش استشهدت لك شو بدك بهالصرعة كان من شان الوطن شو نسيت والله راح عن بالي الوطن يا ابي حلوة الجنة يا ابي ما في مثل الجنة بس حتى الجنة ما بتغني عن الوطن يا ولدي طمني شو صار فيكم شو صار بالاشياء يلي استشهدنا من شانها طمن يا بي الحمد لله دمكم ما راح هدر ابدا الله يطمنك بالخير بس بدي منك أجوبة محددة تكرم جروحاتك يا أبي سأل أول باشتان شو أخبار الوحدة العربية؟ ما عدنا حكينا فيها يعني صرت بلد وحدة؟ يكن ما بدأ شيء أنا اليوم فطرت ببغداد وتغديت بالخرطوم وعم أحكي معك من أبو ظبي قصدك ماذا الحدود؟ الحدود على الخريطة بس والحرية؟ بتبوس إيدك يعني ما صفي السجون؟ للمجرمين فقط يا بي وشو عملتوا بالمعتقلات؟ معتقلات كلها حولناها إلى مدارس ومستشفيات يا بي برافو عليكم برافو ما خبرتني عن العدالة؟ العدالة حدث ولا حرج يعني شلون بدي شبه لك العدالة عنا؟ يا أبي بتلاقي هالأجانب والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون وكيلك يا أبي صرنا فرجة يعني ما عاد في ابن ست وابن جاري ابدا خيرات مكومه بالطرقات على مين يشيل ببلاش بس اذا الشغله ببلاش مو تدبك بعرفك نفسك دنيه ها لا يا بي كل واحد منا بمد ايده وبياخد حاجته هلا انا مثلا مقتصر اكلي على الفريز بالكمثره لك ولدي في شغله بدي اسالك عنها ومستحي بعد هالسنين الطويله لا يا بي لا تستحي اسال لك فلسطين اكيد رجعتوها لاهلها معك حق تستحي هذا سؤال بينسأل بعد 30 سنة نضال هاد برافو عليكم ولك شو عم تشرب؟ مي شو هالمية اللي فايحة ريحتها لعندي؟ مية أناني يا بي خلاصته يعني ما عاد في لاجئ برات بلده؟ لا لاجئ ولا نازح ولا مهجر لك شو عم تخربط انت؟ وهاليهود المساكين شو عملتوا فيهم؟ صعبت لي الأسئلة كتير والله ما حاطينهم بالمستودع عم نتفرج عليهم محتارين شو بنسوي فيهم يا بي خيرون ايوه يلي بريد يضل عنا ملتزم أدب وأهله وسهلة يلي ما بده رجعه من محل ما إجا والله يا أبي نحنا كان فكرنا نرميهم بالبحر بس كرمالك هلا رح نصير نعاملهم بالحزنة لأنه يا ابني العرب من شيمون التسامح والعفو عند المقدرة وإغاثة الملهوف وهلأ بعد ما اطمنت بدي اطمن عليك وعلى أمك وأخواتك اطمن يا بي الحمد لله أنا وأمي وأخواتي كلياتنا بخير ومنقبل أياديك الطاهرة يا بي بس فرحتي ما بتكتمل حتى أشوفكم
يا عم اش بدك تشوفنا يا بي؟ لك طيرت لنا السكرة. بتجوا لعندي على الجنة؟ نجي لعندك على الجنة؟ ايوه. ليش حدا بيترك جنته على الارض بيجي لجنتكم؟ شو في عندكم انتو؟ سواقي عسل، انهار لبن، مروج خضرة، ارواح طاهرة. من العسل عنا 100 نوع، نحن من الجبنة عنا 200 نوع. عندكم لفاش كيري؟ لا ما عندكم. شفت؟ عندكم موز صومالي؟ لا. عندكم تلفزيون ملون؟ لا. شو بدي عدلك لعدلك لك؟ خلاصته يعني مو ناقصكم شيء. أبدا مو ناقصنا شيء. أبدا. الله وكيلك يا أبي، مو ناقصنا إلا شوية كرامة بس. لكان كل شي خبرتني عنه كذب؟ ايه كله خارت بخارت. حميد الله اللي طلع لك قبر بالوطن نقرا لك عليه الفاتحة بس. اليمن صارت يمنين ولبنان أربعة والخير لقدام. وليش هيك؟ قال لحتى تصير أصواتنا كتيرة بهيئة الأمم المتحدة. ايش والشغلة عراضة؟ واسرائيل صارت كتر شكيك يا بي. وامك؟ امك الصابرة شو صار فيها؟ عم تشتغل غسالة اوتوماتيك. اولادك؟ اولادي بعتوا. الله لا يوفقكم في شي ما بعتوه بعد. ولك رايتنا وين؟ رايتكم صارت جرافة. وتمن دمنا؟ بالبنوك. لكان شو بقي من القضية؟ والله يا ابي ما بقي من القضية غير هالشفة حنشفها ونخلص منها بقى القضية. بس خلص القضية. الله يخزيك. هلا موتنا يا ابي. يا ابي يا ابي يوب سمعونا يا اخوان. تركوني هيك لحالي سنسل الامور بفكري شوي. والله ما بدها تسنسل مسنسلي خلق الامور كلها. في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لارحل عن وطني. ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا، والله ما بعرف. بس مين ما كان يكون هذا الحدا، انا ما بقدر ارحل عن الوطن. انا بدوخ بالطياره يا اخي. ثم لنفرض اني انا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا. وين بدي اهرب منه؟ وين؟ لذلك بدي ضل عايش في غصب عن اللي ما بده. طالما عم بقدر احكي اللي بدي اياه ما راح اياس، وبدي ضل اصرخ للغلط غلط بعينك. وبدي اعمل ثوره بالبطحه واشرب كاسك يا وطني على رواق. اشرب كاس عزك. ولسه بدي اكتب اسم بلادي على الشمس اللي ما بتغيب لمالي ولولادي. على حبك ما في حبيب. لا 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 اسمك يا بلادي عشمس الماء بتغيب.